نشهد اليوم تدشين 4 ملاعب جوارية بالعشب الصناعي ببلدية راس المعاد، إضافة إلى ملعب ضمن برامج قطاع شباب الرياضة اللي هو في طور الإنجاز. بلدية راس المعاد كذلك استفادت ضمن برامج التنمية البلدية من مسبح جواري هو في طور في نهاية مرحلة الدراسة، إن شاء الله تكون دعم للمشاريع والمنشآت الشبانية والرياضية على مستوى بلدية راس المعاد.